لحد هاي اللحظة في بعض الناس مو عارفان قائمة البتل باس وكيف بدك تفتح السكنات والستايلات. هلأ طبعا كل عادكم تعرفوا ان البتل باس بتفوت بتلاقي فيه سكنات وبتفتحها وخلص الموضوع مجرد ما انك انت تجيب تير معين او ليفل معين. ولكن في شيء انتو لحد هلأ ما بتعرفوا انه السكنات كلياتها الى الوان تانية، في لها سكن فضي، في لها سكن ذهبي، في لها سكن ملون مثل مظاهر امامكم. هذول السكنات يا شباب رح تحصلوها وهن ستايل، يعني بشكل عام ستايل لسكن، ولكن انا عم اقول سكن. هذول يا شباب لهم طريقه لحتى انتم تقدروا تحصلوها، وكل سكن له ستايل تاني، له 3 ستايلات، وفي بعض منهم لهم 4 مثل سكن ايرون مان، وفي بعض منهم بيحتاج 3 او 4 ستايلات. فهلا بهذا الفيديو انا ان شاء الله رح اشرح لك كيف تحصل هذول الستايلات كلياتهم بالنسبه للسكنات، لانه كل سكن له ستايل خاص فيه او 3 ستايلات خاصه. فعلا والله مسكان الطابة الأرضية وفيديو جديد. مبدئيا لو انت اول مرة عندك تشاهد الفيديو على القناة، يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس، تحط لايك، تكتب كومنت حلو برأيك، لانه رأيك طبعا بيهمني. كل الدعم بالايتم شوب ديمون 9 اللي ظاهر امامكم، لو حبيتوا المحطة تدعموني فيه يا ريت يا شباب. خلينا هلا نفوت على موضوع الستايلات. يا شباب كلياتنا بنعرف انه احنا من ايام الشابتر 2 لحد هاي اللحظة كل مرة عم ينزلوا ستايلات لكل سكنات البطل باس تقريبا. مايدس له ستايلات، تبعت سيزون 3 لهم ستايلات، كل شيء له ستايلات بالنسبة للسكنات. حاليا هذا الشيء عندنا درج بلعبة فورتنايت من شركة ايبك جيمز، بس هذا السيزون ما لمحوا اي شيء بالنسبة للستايلات الثانية. يعني قبل بالسيزونات الماضية كان يورجوك ستايلات ثانية وكنت تقدر تفوت على السكن نفسه تحصل بعض الالوان اللي هي خاصة بالسكنات، بيقولوا لك انه انت غير التشينج تبعك، غير شكل السكن تبعك على ستايل ثاني. هذا الشيء كان موجود معنا بشكل طبيعي بكل سكن بيفتح بقائمة الباتل باس، ولكن بهذا السيزون لما انت تحط سكن سور وبدك تعمل له اديت او تغير لون الستايل تبعه وتغيره على واحد تاني ما بيحطوا لك اي شيء. وحتى سكن ثور انا جربت فت عليه بدي غير ستايل وبدي اشوف الستايلات التانية باللعبة، يعني بشكل اللعبة كمان ما في اي ستايل. ولكن يا شباب الستايلات اللي ظاهرة امامكم عم تتنوع، وهي هي مثل مظاهرة امامكم ملفات اللعبة، وهي مثل مظاهرة امامكم لما عم تغير اللون شلون عم يتغير معنا بداخل اللعبة، يعني هن موجودين داخل اللعبة وبتقدر تغير بشكل طبيعي من داخل اللعبة. ولكن هلا انا بدي اشرح لكم كيف بتعملوا هدول الستايلات. هلا يمكن انا اعملكم اياهم شوي بشكل عشوائي، يعني ما حورجيك اياهم انه هن بالترتيب من تير اول للتير الثامن للتير العشرين، يمكن يطلع لك اياهم بشكل عشوائي. هلا اول شيء يا شباب خلينا نبتدي بسكين ثور. سكين ثور يا شباب مثل مظاهر امامكم، هذا هو له 3 ستايلات. الستايلات كلياتها يا شباب رح تكون فضي وذهبي وملون. بالنسبة لسكين ثور كيف تجيب الستايل الفضي الاول؟ لازم تجيب ليفل 105، انا رح اصير لك انه سيلفر 105، الجولد لازم تجيب 145 اللي هو الذهبي، والملون لازم تجيب 148 ليفل لحتى تقدر تفتح الستايل كلياته. مثل مظاهر امامكم هدول هن الصور، يعني انا عم اقول لكم الستايلات كيف وشلون تجيبهم. الفضي لازم تجيب 105، والذهبي لازم تجيب 145، والملون لازم تجيب 185. هدول هن كل الستايلات اللي ظاهره امامكم. خلينا هلا ننتقل على سكين جينيفر. جينيفر يا شباب هذا هو السكين تبعه. لما انت بدك تفتح الستايل تبع السيلفر لازم تجيب ليفل 110، ولو انت بدك تفتح الجولد الذهبي لازم تجيب 150، ولو بدك تفتح السكين الملون تبعه لازم تجيب 190 ليفل. هدول هن ظاهرين امامك كل الستايلات. طبعا هو السكين بقائمة البطل بس هذا هو مثل مظاهر امامكم، يعني هو سكين هيك عادي. وهن طبعا في ستايلات تانية لسه انا ما حكيت عنها، بدي احكيها وتنزل فيديو الخاص بولفرين كيف تفتح وكيف تساوي ستايلاته كلياتها. ولكن لسه في لهم ستايلات تانية، هدول السكنات بيكونوا بالتحديات اللي هي تبعات الاسبوع، انا لسه رح نزل فيديو تاني اشرح لكم عنه. هلا خلينا ننتقل بقى للسكن التاني. خلينا ننتقل بالنسبه لسكن جروت تبع الشجره اللي ظاهر امامكم. يا شباب هذا السكن له 3 ستايلات، اللي هو 115 بتفتح السيلفر، اللي هو 155 بتفتح الذهبي، واللي هو سكن 195 اللي هو الملون. هدول هن مثل مظاهرين امامك كل الستايلات الخاصه بالسكن. وبعد منها خلينا ننتقل على سكن تاني، مثلا خلينا على دكتور دومز. مثلا دكتور دومز يا شباب اللي انت لازم تفتح الفضي بليفل 125، لما بدك تفتح الذهبي بليفل 165، ولما بدك تفتح الملون بليفل 205. شفتوا ليش انا لما قلت لكم الاكس بي والليفل مهم جدا معنا بكل سيزون؟ وهذا الشيء فعلا اللي هو مهم معنا، لانه شوفوا الستايلات الجديده اللي حتى الشركه ما حكت عنها ولا حتى اظهرتها بالترايلر، يعني
احنا عم نحكي هذا الموضوع، ولكن الشركة مو فاتحته من داخل اللعبة ولا شيء لحد هاي اللحظة. وبالنسبة لسكين ايرون مان او توني ستارك مثل ما بيقولوا عليه، السيلفر تبعه ب 135 والجولد تبعه الذهبي 175 والملون تبعه ب 215. هدول هن الستايلات كلها اللي ظاهرة امامكم، وفي له هو ستايل تاني كمان هو ولابس الدرع مثل ما ظاهر امامكم. هو ولابس الدرع كمان بيقدر يصير ذهبي، كمان بيقدر يصير ملون، كمان بيقدر يصير كل شيء. يعني بالنسبة لسكين ايرون مان بيقدر تعمله الستايلين، هو ولابس الدرع تبعه او البدلة تبعه الكارنة تبع ايرون مان. وبالنسبة للسكين الاخير اللي معنا اللي هو اللي حيكون ميستيك اللي هو السحر هذا بيقولوا عليه، هذا السكين يا شباب من احلى السكنات معنا باللعبة. هذا لانه يا شباب في ميزة، الميزة تبعه انك انت كل ما تقتل حدا بتعمل ايموت فيه خاصة بهذا السكين، بتحول شكل سكنك للسكين اللي قتلته. يعني انت لو قتلت بنت الطيارة بعد ما تقتلها مباشرة تفتح الايموت تبعك تعمل ايموت بتحول على سكين تاني. هذا السكين يا شباب وميزته من اعظم السكنات معنا بالسيزون 4. يعني الصراحة والله العظيم هذا السكين لوحده يلي بيخليك انك انت تغاطى عن كل الاغلاط اللي صارت بهذا السيزون، لانه فعلا ميزته رهيبة جدا وخرافي جدا. احنا حكينا عن كيف انك انت بتقلب السكين تبعك، مجرد ما تقتل واحد تعمل ايموت الخاص فيها، تمسك جمجمة بتكسرها بتحول شكلها على شكل بنت الطيارة او بنت الزومبي اللي انت قتلتهم او سكيلتهم بنفسجي، اي سكين كان انت قتلته بتقلب عليه فجأة وبتكمل الجيم عادي بشكل طبيعي. هلا بالنسبة للسيلفر والجولد والملون، بالنسبة للسيلفر يا شباب لازم يكون ليفلك 130 ليفتح معك، وبالنسبة للجولد لازم يكون ليفل تبعك 170، وبالنسبة للملون لازم يكون ليفل تبعك 210. هيك احنا حكينا عن هذا السكين. انا قلت لكم ان هذا السكين الاخير يمكن، ولكن لسه في سكين تاني اللي هو سكين وولفرين اللي هو تبع الذئب، السكين السري تبع هذا السيزون، السكين السري المفضوح، هو مو سكين سري. يعني السكين السري تبع هذا السيزون يا شباب رح يكون بليفل 140 رح يفتح السيلفر، وبليفل 180 رح يفتح الجولد، وبليفل 220 رح يفتح الملون. طبعا غير الستايل التاني تبع اللي انا بدي احكي عليه بالفيديو التاني اللي هو رح يكون عن كيف تفتح الستايلات التانية عن طريق المهمات. عن طريق المهمات في كمان ستايلات تانية يا شباب، لازم كمان تخلصوا المهمات لحتى تحصلوا الستايلات. يعني هلا مثلا خلينا نضرب مثال بالنسبة لايرون مان. ايرون مان له 3 اشكال اللي هو ولابس عادي طبيعي، يعني له 3 الوان سيلفر وجولد وملون هو ولابس طبيعي. ولما تلبس البدلة هيك شكل سكن جديد، كمان له 3 ستايلات، وكمان له كمان ستايلات يعني مو طبيعي. انا لما قلت لكم فيديو التسريبات انه هذا السيزون سيزون ستايلات والصور التوقف اللي هي اللودينج سكرين، فعلا هذا السيزون صور تبع الستايلات وتبع الصور مو طبيعي. شوفي ستايلات وشوفي صور وشوفي شغلات لهذا السيزون. هذا هو بالنسبه للمقطع تبعنا اليوم. يا زلمه التليفون كل مره بيرن، وكل مره بحطه بجنب المايك وبنسى بعمل صامت وبيضل عم يرن. فالمهم كنت تعذروني عن هذا الموضوع. هذا هو بالنسبه للستايلات والسكنات يا شباب بالنسبه للسيزون 4 شابتر 2. بتمنى يكون عجبكم واستفدتوا ببعض المعلومات. طبعا بدي منكم تستنوا الفيديو اللي هو رح يجي بالنسبه لسكن وولفرين كيف تفتحه، والستايلات الثانيه اللي انت رح تفتحها كمان عن طريق الاكس بي او عن طريق المهمات عفوا الاسبوعيه. ورح اقول لكم عن كل شيء بالنسبه لسه للستايلات. لسه في شغلات عن الستايلات ولسه في شغلات عن المهمات ما حكيت عليها لحد هاي اللحظه، وفي بعض الناس اللي مو عارفانه شو بدها تساوي بالنسبه لهدول وكيف بدها تجيبهم وكيف بدها تعملهم. في ناس لحد هاي اللحظه مو عارفانه. ان شاء الله المقطع الجاي رح يكون عن هذا الشيء الخاص بالستايلات والسكنات اللي لحد هلا الناس ما عم تعرف تفتحها، وهدول الستايلات موجودين باللعبه يا شباب. بس كل اللي عليك انك انت تشوف هذا المقطع وتركز على التلفيل، تركز على التلفيل ان شاء الله كله رح يجيك بشكل طبيعي. لا تسالني انت رح يجوا او انت رح يروحوا او انت رح يقعدوا، انا اللي علي قلت لك يا، وانت كل عليك تلعب بس وتلفل فقط لا غير. بس العاب ولفل، والشركه لحالها رح تعطيك اياهم لانه لحد هلا هدول موجودين باللعبه وطريقتهم موجوده باللعبه، ولكن غير مكشوفين بالنسبه للسكنات. لو انت بدك تفوت تشوفه على شكل سكين ثور حاليا ما حيكون موجود. انا صار معي هيك، ما بعرف لو انت بصير معك هيك او غير شيء. سنه 3 تجربتي الشخصيه. شكرا لكم يا شباب، كود دعم بالاتم شوب نيومو 9 وبرعايه الله.